الآن مسائل التكفير والتبديع والتفسير. قال إنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يكفر؟ لا، ما يكفر إلا إذا استحل وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومن يقيم عليه من يحكم عليه بالكفر؟ العلماء يقيموا عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة، الإفتاء والقضاء الشرعيين، ليس لي ولكم. نعم. ولا نقول لا يقوم على الإيمان يقوم يعني الإيمان يزيد وينقص. انتبه، يعني هؤلاء الآن في مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد بماذا؟ يزيد بكثرة الطاعات، بترك المنكرات، بالتفكر في مخلوقات الله، بدراسة التوحيد. هذه أسباب زيادة الإيمان، ليس فقط من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات، لا، كثرة الطاعات وترك المعاصي والتفكر في مخلوقات الله ودراسة التوحيد. ضد زيادة الإيمان نقص الإيمان. كيف يكون؟ ترك دراسة التوحيد، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك الطاعات، ارتكاب المنكرات والمعاصي. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين. لا، يعني الآن نحن كل محسن نقول نحسب والله حسيب ونرجو له ونسأل الله سبحانه وتعالى ندخله الجنة. نعم، نحن نحكم على ظاهر. الآن لماذا نصلي على الجنائز؟ لأنه مسلم، نعتقد هذا أنه مسلم وندعو له، صحيح؟ نعم، ونترحم عليه وندعو له. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم، برحمته وفضله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نأمن عليهم. لا نأمن عليهم، لأننا نحكم على الظاهر، ممكن يكون لديه شيء احنا لا ندري عنه. نعم. ولا نشهد لهم بالجنة. لا نشهد. شوف يا اخواننا، عندنا أمر مجمع عليه، وأننا لا نشهد على إنسان بعينه. أول شيء ذكر العموم، لا، قال العموم كل مسلم في الجنة، كل الصحابة في الجنة، ما نشك في هذا ولا طرفة عين، وكلا وعد الله الحسنى، صح؟ هذا من حيث العموم، كل مسلم يموت على الإسلام فهو في الجنة، قد يعذب بقدر سيئاته لكن لا يخلد في النار، هذا من حيث العموم. الآن لا، الآن يريد يتكلم من حيث الأعيان، فلان بعينه في الجنة، فلان نسأل العافية والسلامة بعينه في النار. لا نحكم على إنسان. معتقد أهل السنة والجماعة اللي أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة أن لا نحكم على إنسان بعينه أنه في جنة أو في نار نسأل العافية والسلامة إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ قال مثل 10 مبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس، وأهل بيعة الرضوان، وأهل بدر، صحيح؟ أي نعم، وأمهات المؤمنين، تمام؟ ونشهد على أناس بأعيان أنهم من أهل النار، ما نشك في إبليس، في فرعون، صحيح؟ ما نشك في هؤلاء، في أبو لهب، أبو جهل، هؤلاء لا نشك فيه، أبو طالب لا نشك فيه طرفة عين. انتهينا؟ إذن هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن لا نشهد على إنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دليل، هذا إيش؟ أمر مجمع عليه. إذن الأول ذكرنا العموم، العموم كل مسلم في النار وكل مسلم في الجنة وكل كافر في النار صلى الله عليه وسلم. أما الأعيان لا، نحتاج دليل. ومن مات عن الإسلام قال نرجو الله سبحانه وتعالى ندخله الجنة، تمام. وكل من مات على الكفر هذا نعامل على ظاهر، تمام، انتهينا. أما الأعيان قلنا الإجماع. عندنا مسألة زائدة، هذه مسألة مختلف فيها بين علماء أهل السنة، وهو أن من شهدت له الأمة بالتقوى والصلاة والاستقامة والهداية، هذا مختلف فيه. هناك من علماء أهل السنة من يقول نشهد بعين أنه في الجنة لأنه شهدت له الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة وأثنى عليها خيرا قال وجبت استدلوا بهذا الحديث.
ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول مثلا كالأئمة الأربعة مثلا هو يقول هذا، ومن شهدت له الأمة نسأل الله عليه السلام بالكفر والفسوق والضلال ومحاربة الدين، هذا يقول نشهد له بعيننا من أهل النار. هذا أمر مختلف فيه، مفهوم؟ نعم امشي. ولا نحكم عليكم ولا نشهد لكم بالجنة ونستغفر للمسيء. نستغفر للمسيء، يعني الآن إنسان كان مثلا نسأل الله عليه السلام يأكل الربا قاطع للرحم مثلا، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا مسيء، فايش نصنع؟ نستغفر. نعم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. نعم، ونخاف عليه. طبعا لازم نخاف عليه. نعم، ولا نقنن. ما نقنن، لكن نجعل بين الخوف والرجاء. نعم.